هذا الفيديو مليء بالمفاجآت والأخبار. شارك نورمان لقاء امبارح مع عضوة فريقه السابقة قمر مار على ستوريهات انستغرام، حيث ظهروا مع بعض بشوارع تقسيم وتعشوا مع بعض بمطعم، فهذا جاء بعد ما طلعت اشاعات كبيرة على انهم على خلاف قبل ايام قليلة. نحن في تقسيم. يا جماعة في بنات كتير حلوين ورب. انا اولهم. يا. يا روحت صيت البنات كله. أحد اللي ما بقولك صحة وهنا هذا كله يا جماعة متعبش فيني وخير حقي على قلبك كله متعبش فيني بتعب فيه ليل نهار وشخر جماعة والله لو أدريت أنا دفعت أبو فلة تخطى حاجز 6 مليون متابع على انستغرام وعم يقترب من 22 مليون مشترك على يوتيوب بشكل كتير كبير. ألف مبروك لأبو فلة. دايلر نزل أغنيته الجديدة بعنوان أنت مين على قناته الخاصة بالموسيقى على يوتيوب من بعد ما أعلن عن نهاية مسيرته كصانع محتوى على يوتيوب قبل فترة. الجمهور ولحد الآن عم يتساءل عن شو صار بين غيث مروان ونور ستارز قبل يوم وعن الفيديو اللي انتشر بخصوص لقائهم ببعض، واللي بيحير أكثر هو عدم عملهم لفولو لبعض على انستغرام لحد الآن. فهل عم بيحضروا لفيديو مع بعض ليكشفوا حقيقة لقائهم واللي صار بينهم قبل فترة، أو هل ما زالت علاقتهم متوترة والخلاف ما انحل بشكل كامل لحد الآن؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليق. وبالحديث عن نور ستارز، فشاركت مبارحة ستوري أسئلة وأجوبة من بعد ما كشفت أنها رح تشتري سيارة خاصة بها ورح تكون يا إما فيراري أو لامبرجيني. فالسؤال الأول اللي أجابت عليه نور كان شو السيارة يلي جبتي؟ وأجابت نور بي ترقبي رح تعرفي. والثاني كان شو إحساسك لما اشتريتي السيارة؟ وعلقت نور بي الحمد لله أحلى شعور تتعب وتشتغل وتحقق أحلامك من تعبك، الشعور لا يوصف. أما نارين بيوتي فكشفت أنها مسافرة بعد أيام، والظاهر أنها حتترك دبي متجهة للسويد لبيت أهلها، وصورت ستوري وهي عم تشتري هدية لأختها سيدرا. فشو رأيكم لوين حتسافر نارين بعد كم يوم؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. جيت لحتى اشتري البوت لسيدرا بس في قياس 37.5 وانا حاسة انه البوت صغير، فرح نضطر انه نجيبه من ابو ظبي.